مجد ليك يا رب. آمين. نسبحك يا رب ونباركك، نفرح ونتهلل بوجودنا يا رب. درك مرحمك كتير يا رب ومرحمة عظيمة، محبتك لا تدود يا رب لا، وغفرانك وطول أناتك يا رب لا يحصى. مبارك هو اسمك القدوس، متزايد مجدا، متزايد بركة، متزايد علو إلى الأبد. اطلب من هذا تحننك يا رب، انعم علينا بكلمه يا رب من عندك، هنينا بجلسه، ارسل نعمه لكل فرد منا، كلمنا براحمك وكلمنا بمحبتك. كلمتك يا رب تغيرنا وتشجعنا وتثبتنا وتقوينا وتنمينا اختبارك. ببركه امنا الطاهره مرتا مريم، وفي شفاعه الباط كل مصاف الملائكة والرسل والقديسين، مرودنا ماري مرقس الإنجيل الطاهر. اسمعنا رب وارحمنا، لأن لي كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين. نكمل مع بعض ما في سفر أشعياء إصحاح 58. أشعياء 58: نادي بصوت عال لا تمسك، ارفع صوتك كبوق، واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. ربنا هنا بيقول للأشعياء، روح وصل الكلام ده للشعب بتاعي وقوله بصوت عالي وما تخبيش حاجة، ما تتكسفش، ارفع صوتك كبوق عشان الكل يسمع. طب انت عايز تقول للشعب يا رب؟ قال لهم اخبرهم، اخبر شعبي، شعبي ده بتاعي اللي مفروض ان هو بيفرحني، بتعديهم وبخطاياهم. طب ايه الخطايا يا رب اللي انت زعلان منها من الشعب بتاعك؟ يقول إياي يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفة طرقي، كأمة عملت ولم تترك قضاء إله. الله، ده أنت غريب أوي يا رب، فين الخطية بتاعتهم؟ ده أنت بتقول إياي يطلبوني يوما فيوما، يعني بيواظبوا على الصلاة كل يوم أهو، ويسرون بمعرفة طرقي، ويفرحوا لما بيسمعوا كلمتك عشان يعرفوا الطريق اللي انت عايز تمشيهم فيها. طب انت زعلان منهم في ايه؟ الناس ما فيش احسن من كده، ناس بتصلي ربنا كل يوم، وناس بتقرا في كلمة ربنا كل يوم، فين التعدي وفين الخطية بقى؟ ويسرون بمعرفة طرقي، كأمة عملت ولم تترك قضاء إله. وفاكرين يعني هم كمان بيقولوا احنا ماشيين بحسب كلام ربنا وبننفذ الوصايا بتاعه. يسألونني عن أحكام البر، كل يوم بنروح نقول لربنا ايه الصح اللي انت عايزنا ان احنا نعمله. يسرون بالتقرب إلى الله، احنا عايزين نبقى قريبين منك يا رب. طب ما دي كلها حاجات كويسة يا رب، انت زعلان من الحاجات دي ليه؟ الحاجات دي تزعلك ولا مفروض انها تفرحك؟ فده حل الشعب بتاع ربنا، بيقول انه بيصلي وبيقول انه بيقرأ في الإنجيل وبيسمع وعظات كتيرة وبيسأل كل يوم عن البر أو عن الطريق الصالح. يقولون لماذا صمنا ولم تنظر؟ زللنا أنفسنا ولم تلاحظ. ده أكتر من كده كمان، مش بس بيصلوا وبيقروا، ده كمان بيصوموا وبيعاتبوا ربنا. يعني إحنا صمنا لما نفسنا اتنحر من الزيت، حتى الزيت دلوقتي ما بقوش لاقينه، صمنا وجوعنا وانت مش باصص لنا.
وتذللنا جدا وانت مش اخد بالك ان احنا يعني عمالين نعمل لك مطنيات وعمالين نسجد لك وعمالين نعمل كل الاعمال اللي المفروض انك تفرح بيها. ربنا يقول كده بقى بصوت اسيف: ها انكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون، ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر. شعبي بيقول للربنا احنا عمالين نصوم يعني 55 يوم وقلبنا اتنحر، فربنا بيقول بس انتوا بكده يعني شكلكوا صايم، لكن في واقع الأمر انت في اليوم اللي انتوا صايمين فيه بتوجدوا المسرة بتاعتكم. كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، كل واحد بيتلذذ باللذة بتاعته، سواء كانت لذة مادية أو لذة معنوية أو لذة نفسية. وعمال الإنسان يتفنن، يعني حتى الفول اللي احنا مش عاجبنا ده بنقعد نتفنن ازاي نجعله حاجة مسرة، بنقعد نتفنن في تحويقته والنضافات اللي بنضيفها ليه، والكيكة دي معرفش صيامي والشوكولاتة دي صيامي والزبادي ده بقى صيامي والجبنة دي بقى صيامي. احنا اسمنا صايمين لكن بنوجد المسرة بتاعتنا، الحاجة اللي نتمتع ونفرح بيها. وبكل أشغالكم تسخرون، صحيح صايمين لكن يعني بنعبد الأشغال بتاعتنا، الاهتمامات بتاعتنا تحت الصخرة، كل واحد شايل همه، كل واحد شايل رغباته، كل واحد شايل المشاكل بتاعته. صايمين عن الأكل لكن متقلين بكل مشاكل العالم، سواء هم العالم أو الغرور بتاع العالم والمتعة بتاعة العالم. وأكتر كمان حاجة مزعلة ربنا: ها أنكم للخصومة والنزاع تصومون. صايمين لكن متخانقين مع بعض، متخاصمين مع بعض، مش طايقين بعض، نتكلم على بعض التكلم ردي، بننتقد في بعض، بنكره في بعض. وممكن يكون الصيام هو سبب الخناق، لما نقول الأكلة دي صيامي ولا الأكلة دي فطاري، أنا نفسي في كذا وأنا عايز كذا ودي صيامي ودي من حقي، بنعمل مشاكل كتيرة حتى بسبب الخصام. ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر، لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلا. لكن أنتم صايمين مجرد صوم مظهري وصوم شكلي، ربنا بيعاتب شعبه ويقول لهم كده، مش صايمين علشان صوتكم يوصل لفوق. الهدف من الصوم مش واضح، وإن احنا نوصل أصواتنا لله. أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ بقى هو ده صوم أنت عايزين يقبله؟ طب إيه الصوم اللي أنت عايز تقبله يا رب؟ يوم يذلل الإنسان فيه نفسه يحني كالأسلة رأسه. الأسلة اللي هي زي النباتات البردي أو زي النباتات القصب كده، لما الريح يحركها فيتنيها تنحني قدام الريح. فربنا بيقول لأ، الصوم اللي أنا طالبه هو أن الإنسان يتذلل قدامي، يتضع قدامي. رأسه المرفوعة لفوق دي في كبرياء وفي عند وفي أساوة، تنحني لأسفل في طاعة وفي اتضاع وفي حب. يوما يذلل الإنسان فيه نفسه يحني كالأسل رأسه
ويفرش تحته مسحا ورمادا. الإنسان يحط المسوح والرماد، المسح ده مش الخيش، لا المسح ده كان الجلد بتاع فروة المعزة، والمعزة كانت بتقدم منها ذبيحة اسمها ذبيحة الخطية في العهد القديم. فكان الإنسان التايب بعد ما يعترف بخطيته ويقدم الذبيحة ياخد المسح بتاع المعزة ده، هو جلد المعزة، ويتغطى بيه، وكأنه بيقول لربنا ما تبصش لوحشتي لكن بص لبر الذبيحة اللي قدمت عني. والرماد ده، الرماد ده اللي بيبقى باقي نتيجة حرق الذبيحة. فالإنسان بيقعد في مكان الذبيحة وبيقول لربنا ما تبصليش في خطيتي وحشتي لكن بصلي في بر الذبيحة، الذبيحة اللي قدمت عني. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما أختاره؟ أدي الصوم اللي أنا عايزه بقى، حل قيود الشر. كل خطية إحنا تأيدنا بيها، ما هي الشهوة دي إيد بيربطني، والإدانة دي إيد بيكتفني، والغيظ ده إيد ورباط بيكتفني بيشلني، والكراهية دي قيود من حديد بربط بيها نفسي، وعدم المغفرة للآخرين ده إيد من فولاذ، يعني أنا بأيد بيه نفسي. فربنا بيقول إن الصوم في معناه إن إحنا نتفك من قيود الشر، الخطية اللي مأيدانا دي نتفك من القيود اللي ربطنا بيها. فك عقد النير، النير ده الخشبة اللي بتتحط على رقبة الطور علشان يجر المحراث. فالخشبة دي لو الفلاح يعني حنين بيعملها مستوية، لكن لو فلاح بقى قاسي القلب يحط خشبة فيها عقد، فيها حتت بظة كده، حتت مش مستوية، فتخبط في رقبة الطور توجعه بكتير. فربنا بيقول حل قيود الشر وفك عقد النير، يعني إذا كان في واجب على آخر تجاهك فما تحطلوش عقدة فيها، ما تصعبش الموضوع عليه، ما توجعهوش. إطلاق المسحوقين أحرارا، اللي اتطحنوا تحت شدة الحاجة أو شدة الضيقة، يقول لهم لا خلاص انتوا ما عليكوش حاجة، انتوا أحرار. وقطع كل نير، تكسير كل نير، كل تقل بنحطه على الناس اللي حوالينا. فده الصوم اللي ربنا عايزنا نصومه. صحيح بنصوم عن الأكل ونصوم عن الشرب وعن اللذة، لكن ده الجانب السلبي، لكن الجانب الإيجابي إن احنا نتخلص من الشر ومن الكراهية ومن الظلم ومن العنف ومن الإدانة، ومن إن احنا نتعب بعض بعض، ومن إن احنا نظلم بعضنا بعض، وإن احنا نضايق بعضنا بعض. ده الصوم الحقيقي اللي ربنا عايزه. درجة ثالثة من الصوم كمان، أليس أن تكسر للجائع خبزك؟ وده تعبير حلو قوي، تكسر للجائع خبزك، مش تدي خبز للجائع، لا تدي له لقمتك، لقمتك اللي انت بتاكل منها تكسرها وتدي له حتة، مش تدي اللي فايد منك أو اللي ملوش لازمة أو الباقي، لا تديه، تكسر لقمتك أنت اللي بتاكل، تديه من احتياجك، تديه من أعواذك، مش تديه اللي فاضل عنك أو اللي ملوش لازمة أو الباقي. أتملي لما بندي الفقراء بندور على الهدوم المقطعة، الهدوم القديمة أو اللي ضاقت أو اللي ملهاش لازمة ونبعتها لهم،
أو بنحط في العطاء الفلوس القديمة اللي عايزين نخلص منها. لا، ربنا بيقول هنا تدي من احتياجك، مش تدي من فوائدك. أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك. الإنسان التائه اللي مش عارف السكة تستضيفه، الإنسان اللي ما فيش حد بيسأل فيه، الإنسان اللي ما حدش قابله، الإنسان اللي كل الناس بتحتقره، ده تدخله بيتك تهتم بيه وترعاه. مسكين ده الغلبان اللي عنده احتياج وتائه مش عارف يعمل ايه. إذا رأيت عريانا أن تكسوه، مش بس العري الجسدي لكن العري النفسي أيضا. صحيح بنلبس الفقراء ونجيب لهم هدوم جديدة، حاجة حلوة قوي، لكن كمان بالدرجة الأولى العريان ده الإنسان المفضوح معنويا، أنت تستر عليه مش تزود فضحته، ومش تنبسط أنه تعرى وتفضح، لا اكسوه. اكسي يعني استره، زي ما ربنا ستر علينا احنا كمان نستر على الناس، مش نشهر بيهم ونفضحهم أو نتكلم عنهم. إذا رأيت عريانا أن تكسوه وألا تتغاضى عن لحمك. لحمك ده قريبك، أخوك، ابنك، بنتك، أبوك، أمك، جارك، شريكك في الحياة. ما تهملوش، ما تدس عليه، لأنه لحمك، حتة منك. لو صمتم هذا الصيام، ربنا بيقول لنا كده، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورا، تنور وتنبت صحتك سريعا. كلنا بنتحجج وبنقول مش عايزين نصوم لأن صحتنا تعبانة. ربنا بيقول لك لو صمت الصيام اللي أنا عايزه تنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، البر بتاعك يتقدمك، ومجد الرب يجمع ساقتك. مجد ربنا يبقى قدامك في كل حين، يقودك من الأمام، الساقة يعني اللي بيسوق الموكب. حينئذ تدعو فيجيب الرب. دلوقتي بقى لما تعمل ده، لما ترحم أخوك وتصنع المحبة والرحمة، تيجي تصلي ربنا يسمع صلاتك. بس الصلاة اللي كنا بنصليها في الأول دي ربنا مش سامعها. قال كده، كل يوم بتيجوا تطلبوني، إياه تطلبون يوما فيوما، مواظبين على الصلاة، لكن هو مش سامع الصلاة دي. مش هيسمع الصلاة اللي وراها رحمة، ووراها حب، ووراها معونة للآخر. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. لما الواحد يصرخ لربنا ويقول له الحقني، يقول لك أنا هو جنبك لحقك. إن نزعت من وسطك النير والإيماء بالأصبع، شيل من حياتك التقل اللي بتحطه على غيرك. والإيماء بالأصبع يعني تشاور بصبعك للي قدامك تقول أنت السبب، أنت ما عملتش، أنت عملت، أنت سويت، أنت ما جبتش، أنت ما ودتش، أنت أسأت إلي. إشارة بالأصبع كده، الإيماء بالأصبع تتهم غيرك. فربنا بيقول كفاية، انزع حركة الإيماء أو الإشارة بالأصبع. ما تتهمش غيرك في حاجة، وما تقولش لغيرك أنت قصرت، وكلام الإثم، كلام الشر، وكلام الخطية.
وأنفقت نفسك للجائع. الجعان مادياً ونفسياً وروحياً، تنفق نفسك يعني تصرف نفسك. الإنفاق ده يعني إحنا تملي ما بنحبش ننفق، إحنا تملي نحب نحوش. لكن الجائع روحياً ده أنا بأشبعه، الجائع نفسياً جائع للاهتمام وللحب وللإحساس بالقيمة، أنا حاجي على نفسي وأنفق نفسي علشان أشبعه. والجائع المادي برضك حصرف من إمكانياتي علشان أشبعه. أنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، النفس المذلة تحت الإحساس بالإحتياج، سواء كان إحتياج مادي أو إحتياج نفسي أو إحتياج روحي. يشرق في الظلمة نورك، تنور، ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر. وحتى لو مشيت في ظروف صعبة ودخلت جوه ظلمة شديدة جدا، ظلام دامس، شدة الظلمة، الظلام الدامس بتاعك ده يبقى زي الظهر، منور زي الظهر. يقودك الرب على الدوام، ربنا بيمسك إيديك ويمشيك كل لحظة وكل وقت وكل مكان. يشبع في الجدوب نفسك، ربنا يشبعك. الجدوب ده وقت القحط، القفر، سواء كان روحيا أو نفسيا أو ماديا، ربنا يشبع نفسك روحيا ويشبعك نفسيا ويشبعك ماديا أيضا، حتى في الوقت اللي فيه شدة الجدوب والقحط. وينشط عظامك، بنشتكي كتير ونقول الواحد عظامه متدغدغة، ووجع العظم ده من أصعب الأوجاع، لأن العظم ده أنشف حاجة في الجسم، فلما أنشف حاجة تتوجع تبقى حالة الإنسان صعبة. لكن يقول ربنا ينشط العظام دي، تبقى عظام قوية متهللة. فتصير كجنة ريا، كجنة ريا، جنة يعني جنينة، جنينة مروية، ولما الجنينة تتروي الخضار اللي فيها والأزهار الجميلة تطلع فيها. وكنبع مياه لا تنقطع مياه، تبقى ينبوع مية فريش، تملي ومتجددة وما بتقلش، ميته بتقل وبتنقص، وساعات البير يطلع مية أو مية ملحة، لكن الينبوع لا، الينبوع ده بيتفجر لوحده كده، ما حدش بيعمله، ده شيء طبيعي، البير بيتحفر، لكن الينبوع شيء طبيعي، ميته فريش وتملي ساقعة وطازة وما تقلش وما بتنتهيش. كنبع مياه لا تنقطع مياه. ومنك تبنى الخرب القديمة، منك أنت كل خراب موجود في حياتك أو في حياة الآخرين تقوم تبنيه، مهما كان الخراب ده بقاله فترة طويلة. منك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور، تحط أساسات وتعلي دور ورا دور، يرتفع البنى لبناء عالي. فيسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة، يسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. الحيطة اللي بيبقى فيها خروم كتيرة، الخروم دي تقعد توسع فتقرب من بعضيها فتتفتح على بعض فتقع تنهار، فمحتاج لحد يرمم الخروم ده هي عشان ما تفتحش على بعضيها فينهار الحيطة. فده شكل الإنسان المسيحي اللي بيخدم ربنا واللي صايم صوم ربنا،
مش يوسع الفتحات علشان الحيطة تتهد، لا ده يرمم الثغرات أول بأول، يرمم الثغرات علشان الفتح ما يوسعش والحيطة تنهار. فيسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. المسالك دي الطرق، محدش يقدر يسكن في الطريق لأن الطريق ده متداس، رجلين كتيرة بتدهوس فيه، فمحدش يسكن في الشارع. لكن عمل الإنسان المسيحي إن يخلي الإنسان اللي متداس بالرجلين ده لا يتحط له حدود ويرجع يصلح للسكنة مرة أخرى. السكنة يعني بقى فيه خصوصية، وبقى فيه راحة، وبقى فيه أمان، وبقى فيه فرح. حدش فينا بيحب يسكن في الشارع إلا الهوملس، دول تعبانين. لكن الإنسان تملي يحب إنه يكون ليه خصوصية، مكان راحة، مكان أمان، مكان حماية كان يعيش فيه. فده العمل الروحي الرائع، نرمم الثغرات ونرجع المسالك تبقى أماكن للسكنة بدل ما هي متداسة بالرجلين. إن رددت عن السبت رجلك، السبت ده يوم الراحة اللي بتحرص فيه على إن ربنا يرتاح فيك وإنت ترتاح فيه. فما تعملش حاجة تكسر راحة ربنا يوم السبت، ولا تكسر راحتك في ربنا يوم السبت. ابعد رجلك، وإن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك مزاجك. يوم قدسي، اليوم بتاع ربنا ده مش يبقى لمزاجك، لكن يبقى لفرحة ربنا ولخدمة ربنا. ودعت السبت لذة، تبقى فرحان بأنك بتدي ربنا يوم من حياتك. ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مكرما، تكرم ربنا بأنك تخصص له هذا. وأكرمته عن عمل طرقك اللي أنت عايزه ومسرتك ومشغلك، وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك. وإنك تضيع يوم ربنا ده في إنك عمال تتكلم في المواضيع اللي تخصك، لكن خليه يخص ربنا. فإنك حينئذ تتلذذ بالرب، ربنا ده يبقى بالنسبة لك لذيذ جدا، بل ألذ شيء في الوجود هو ربنا. وأركبك على مرتفعات الأرض، تبقى فوق الأرض كلها، ربنا يرفعك ويعليك فوق كل شيء في الأرض. وأطعمك ميراث يعقوب أبيك، تاخد كل خيرات يعقوب أبيك اللي ربنا باركه ببركة لا تعد ولا تحصى، لأن فم الرب تكلم. ربنا لما بيقول حاجة، ربنا أمين جدا في إنه ينفذ الحاجة دي، والوعد اللي ربنا بيوعده يتم ويكون. صحاح رائع قوي، وخصوصا إحنا في نهاية الصوم، ياريت نراجع نفسينا إن إحنا ناخد بركة هذا الإصحاح، إن إحنا نعمل اللي ربنا عايزه، نتضع أمامه ونحل قيود الشر ونفك عقد النير ونطلع الناس أحرار ونكسر خبزنا للجائع وندخل المساكين التايهين حياتنا، والعريان نكسيه ما نتغاضاش عن لحمنا، نرمم الثغرات ونرجع المسالك للسكنة، ونحفظ راحة ربنا في حياتنا، نكون موضع راحة ونكون موضع فرح لربنا. ربنا يباركنا ويفرح بينا ويهلنا.
نكتفي بكده. لو حد يحب يسأل شيء أو يعلق على شيء تحت أمره. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اجعلنا يا رب مستحقين نقول لك بكل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا يا رب اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.